أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن استئناف امتحانات مزاولي المهن الصحية في مملكة البحرين، وذلك ابتداء من غدا السبت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة الدكتورة لينا محمد قاسم، رئيس قسم تنظيم المهن الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. بداية طبعا نتكلم في البداية عن أهم الإجراءات الاحترازية التي سوف تتبعها الهيئة أثناء إعادة مزاولة هذه المهن أو تقديم الامتحانات التي سوف تنطلق يوم غد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. طبعا حبيت أؤكد أن بناء على العدد الكبير من الممارسين اللي ينتظرون الامتحان لإصدار تراخيص مزاولة المهنة لهم، نعم، وبسبب الحاجة الحالية لهم في وضع الفيروس المنتشر، الهيئة طلبت من اللجنة التنسيقية إعادة فتح مركز الامتحان لممارسي المهن الصحية فقط. وبعد الموافقة ما صدرت من اللجنة التنسيقية، قاموا فريق من المفتشين الهيئة بزيارة المركز للتأكد من أن الإجراءات الاحترازية متوافرة في المركز قبل البدء بالامتحانات. نعم. وطبعا هذه الإجراءات تشمل اللي هو التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي بين الممتحنين بترك مسافة معينة بين كل ممتحن والآخر، وهذه اضطر المركز انه ينزل عدد اللي بيمتحنون في الدفعة الواحدة الى نصف العدد، التأكد من لبس الممتحنين للكمامات والموظفين في المركز كذلك للكمامات. نعم. بالإضافة الى طبعا اجراءات التعقيم اللي يقوم فيها المركز المفروض قبل وبعد كل دفعة امتحان يقدمها الممتحنين. نعم، نتحدث عن عدد الملتحقين بالامتحانات التي سوف تقام غدا إن شاء الله، كم عددهم؟ طبعا لما عرضنا الموضوع على اللجنة كان في مثل ما ذكرت سابقا عدد كبير ينتظر. مثلا على سبيل المثال عندنا 78 طبيب ينتظرون الامتحان، طبيب بشري، طبيب أطباء الأسنان 44 طبيب أسنان، عندنا 37 صيدلاني، والممرضين هم أكبر عدد بسبب عددهم الكبير طبعا 312 ممرض ينتظرون الامتحان. نعم، السيدة دكتورة لينا محمد قاسم، رئيس قسم تنظيم المهن الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك.